أكثر مؤشر واضح هو عدد الناخبين الذين قاموا بالتحقق من وجود أسمائهم في كشوف الناخبين في خلال يومين فقط، إضافة على ذلك عدد المرشحين الذين أبدوا رغبتهم، وأعتقد العدد في الوقت الحالي قد تجاوز أي انتخابات سابقة. أغلب من أبدى رغبته في المشاركة في هذه الانتخابات وأعداد كبيرة هي من فئة الشباب، من الرجال والنساء، وإحنا فعلاً يعني متشجعين للنظر في مدى مشاركتهم وفي استحقاقهم الديمقراطي. اللجنة العليا للانتخابات هي يعني دورها أن تشرف على سلامة العملية الانتخابية من خلال دورها بالإشراف على بدءا من مرحلة عرض جداول الناخبين. بالطبع هي تشرف على أعمال الإدارة التنفيذية، على الوقار اللجان الإشرافية، تقدم لهم المساندة اللازمة، تتأكد من سلامة الإجراءات. كل هذا دور اللجنة العليا. عندنا في هالسنة من خلال الإحصائيات حوالي 50,000 من الشباب اللي بيكون لهم حق التصويت في 2022 لأول مرة. وأعتقد أنه يعني نفس ما صار في 2018 وشفنا ما شاء الله يعني العديد من الشباب اللي وصلوا، نفس الفكرة جيل بعد جيل، والعدد 50,000 يعني أعتقد عدد نطمح أن إحنا يعني مثل ما تقولين يشاركون في العملية الانتخابية. هذه تعتبر إحدى الزيارات اللي قامت فيها اللجنة العليا إلى المراكز الإشرافية للتأكد من حسن سير العمل في هذه اللجان خلال فترة عملها للكشف وللتدقيق على جداول الناخبين. وللأمانة يعني اليوم خلال زيارتنا إلى هذه اللجنة لمسنا من طاقم العمل حسن التنظيم والانسيابية أيضا في الحركة، حركة الإجراءات حسب ما لمسنا من بعض المراجعين الموجودين اللي أبدوا يعني ارتياحهم البالغ من سهولة العمل في هذه اللجنة.